مرحبا مرحبا، من وسط البحرين، من المنامة، العاصمة الجديدة. قاعد أتمشى في الأحياء القديمة المهرج. هذا المكان طبعا ترمم وصار وايد جميل. جزء بسيط من المهرج مجدد، وجزء الكبير الآن يعني قاعدين فيه عمالة، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تنظيم، بس هالمكان هذا وايد حلو. اليوم رحلتنا غير، مكان جميل وقريب من الكويت، في الكثير من المعالم والأماكن اللي تستحق الزيارة. شعبها طيب ومضياف، وجهة سياحية إقليمية. أنا محمد، أنا شخص محب للتاريخ والتصوير والسفر. هذه أول زيارة لي لمملكة البحرين، وبهذه الرحلة بنزور العديد والكثير من المعالم الجميلة، كثير منها مصنف ومحفوظ عن طريق اليونسكو. بنزور قلعة البحرين القديمة والتاريخية، كذلك بنشوف سوق المنامة القديم، وأكيد لازم نشوف متحف البحرين الوطني، وبعدها بنشاهد ونتمشى في الأحياء القديمة للمحرك، خصوصا سوق المحرك القديم. أخيرا لازم ننهي جولتنا ببحرين بي. هياكم معنا من البحرين، هذه الجزيرة الجميلة الواقعة بالخليج العربي. وإذا أعجبك المحتوى لا تتردد وسوي شير ولايك وسبسكرايب. يعطيكم العافية. مرحبا مرحبا من البحرين. اليوم رحلتنا كانت من الكويت إلى البحرين، الدرب تقريبا 4 ساعات ونص. وأول ما وصلت البحرين قلت لازم أزور يعني أهم موقع، متحف وموقع قلعة البحرين. هذا المكان الجميل اللي صاير في منطقة المنامة. بوريكم أول شيء لازم القهوة في البحرين. المتحف في مطعم جي بي جميل للأمانة. الحين أنا في المنامة وفي واحد من أجمل مواقع البحرين، قلعة البحرين اللي بالأصل قلعة برتغالية أو حصن برتغالي مبني على حصن قديم إسلامي مبني في موقع أثري جدا قديم لحضارة الدلمن. هذا مكان جدا جميل، تشوف شلون يعني هذا هني كان فيه ماي يمنع الغذاء انه يحتلون هذا الحصن. وطبعا القلعة مسكرة ترميمات، وللأسف ممنوع تصوير بالكاميرا، فقاعد أصور بتليفوني. هذه هي القلعة القديمة، قلعة البحرين. الأصل هي قلعة برتغالية، كانت هني كتشيك بوينت حق السفن اللي داشة وطالعة من الخليج العربي. زين، هاي القلعة طبعا مبنية على حصن قديم مبني على موقع أثري حضارة الدلمن. حضارة الدلمن وايد قديمة، فمكان وايد حلو. وهذا يعني البحر، وهذا موقع أثري قديم.
الأمانة ما توقعت هذا الحصن الجميل موجود في البحرين، يمكن في عمان. عمان معروفة يعني البرتغال احتلتها لفترة طويلة، لكن البحرين نهائيا وحاطين عليه بحالة جيدة. والآن في ترميمات لذلك ممنوع الدخول وممنوع التصوير، يعني أغلب الأماكن قاعد أروح لها هني ممنوع نهائيا أمسك كاميرتي أصور، إلا في استثناء من وزارة معينة هني ما أدري للأسف، يعني لازم يجي واحد يوثق الأماكن الحلوة في البحرين. هذا حصن أو قلعة البحرين. مرحبا مرحبا من وسط البحرين، من المنامة العاصمة الجديدة، جديدا من مكان جميل اسمه بوابة البحرين. مكان وايد حلو، يذكرني في سوق المباركية، قال ان هذه العاصمة الجديدة المحرقة، العاصمة الجديدة خلوها مثل ما هي، انقلوا العاصمة الجديدة خلوها هني المنامة. الحين انا وسط السوق، وسط المنامة، هذا السوق القديم، مكان وايد حلو. انا احب الاسواق القديمة. قبل شوي كنت في مكان حلو اسمه قلعة البحرين. قلعة البحرين هي قلعة طبعا برتغالية قديمة، حافظين عليها مثل ما هي من القرون الوسطى. كان وايد حلو. قال لي ممنوع تصوير، بس احاول اصور لانه حرام ما تصور اماكن جميلة. يعني لما سويت سيرش في اليوتيوب للاسف فيديوهات البحرين قليلة. كان وايد جميل، بس يعني الحين قاعد اتمشى في شارع باب البحرين، كلها محلات قديمة، وما شاء الله الجالية الهندية هني منتشرة بكثرة، كأني قاعد في نيودلهي ولا بومبي، بس مكان حلو، يعني نفس شارع نايف في الإمارات. قاعد اتمشى في سوق قديم، وايد جميل، وايد وايد ما توقعت تشوف هذه الاجواء في البحرين، يعني منظمه مرتبه مريحه، وقالوا لي المحرك بعد اجمل، ف يعني زياره ممتعه. يبيعون امور بهارات خلافة. الحين في أحد المحلات يعني ملابس البحرينية كأنها ملابس هندية، وايد متأثرين في الهند، بس وايد شكلهم حلو الأمانة. شكرا، thank you. هذا كله ملابس تقليدية البحرينية، لكن يعني يبين إنه وايد متأثرين في الستايل الهندي. يعني الهند وايد تأثيره قوي ظاهر على البحرين. هذا أحد الأسواق جميلة، سوق منامة قديم جدا، هو سوق المحرق، باقي البحرين كلها جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم سنة من البحرين؟ أنا مولود البحرين. الله يعطيك طول العمر. زين؟
هذا سوق قديم جدا ها؟ ايش اخدم هذا ولا المحرك؟ محرك بعد قديم ودفع منامي بعد قديم. اي اوكي. هذا من قديم. نفس القدم. يعني من الراس رمان ومن هني غيالين نعيم كله نحن قديم السوق. اي. يعني انا امانه قاعد اشوف متحف مفتوح هني. شكرا شكرا يعطيك العافيه يعطيك العافيه شكرا. عساك على القوة. هذا قديم عدل المكان؟ يعني ما بصور مكان يطلع جديد وهذا. يعني الكل حاطه بال لا لا منورين والله منورين المكان. حبيبي الله يخليك الله يسلمك. هذا محل صنع في البحرين يعني صناعة بحرينية لكن للأسف من نوع التصوير. هذا مول موجود بنص السوق يعني حديث وقديم اسمه ذا مول شلون يعني كان حلو نصيف من 1920. كذي خلصنا من سوق المنامة. هذا هو المدخل. في شيء حلو هنا الأمانة يعني حركة جميلة مسوينها. هذا الشيء وايد حلو. هذا هي بوابة أو باب البحرين. يعني هذا بداية سوق البحرين. يعني لما تدش كأنك أنت داش البحرين ونيو دلهي البحرين وبومبي. بس وايد جميل. يعني التسامح اللي موجود هنا وايد حلو. تحس كأنك الواحد عايش مرتاح ما في ضغط عليه. والأمانة أنا كنت يعني سامع وقاري أن بحرين من أفضل الوجهات الأجانب والحين شفت بعينها شيء هذا. يعني مكان كذي صراحة مريح الواحد يقعد فيه ويشتغل ويكون حياته في المكان هذا. عموما الحين رايحين إلى مكان آخر. السلام عليكم. سلام. شنو هذا حركة جديدة؟ بيع آيس كريم ولا شنو بيع؟ آيس كريم في دفتش في ايه. شكرا شكرا. شكل حلو بس. حلو. انت حلو شكرا. زين في مكان هني هم جميل. هذا يسمونه دائرة الجمارك. بس حاليا هو يعني مكتب بريد الرئيسي اعتقد. وهذه بوابة البحرين. مكان مرتب جدا. ومكان مريح يعني أشوف الأجانب كلهم مستأنسين مرتاحين كنا عايشين في بلدهم. فوايد وايد عجبتني البحرين فيها تسامح فيها. هذا الحين منامة رايحين إلى أحد المطاعم. هذا اليوم طبقنا بانكيك وبندق ايج وافوكادو. يعني يقولون البحرينيين يسوونه بشكل غير.
مرحبا مرحبا يا أحباب من المحرق، تحديدا من متحف البحرين الوطني. هذا المتحف اللي انشئ في عام 1988 ويضم تقريبا 6000 قطعة فنية خصوصا عن حضارة الدلمن. متحف وايد جميل وبالخارج فيه منحوتات جميلة، يعني مهتم فنانين عرب. شوفوا مكان جميل، اعتقد بالشتاء درجة حارة حلوة لكن بالصيف حر. وهناك الباركينج، اللي يميز الباركينج انه ما في مظلات لكن زارعين شجر طويل ويعني يظل السيارات، فكرة وايد حلوة يعني نباتات جميلة. هذا المتحف اللي الحين مندش له. البحرين تقريبا فيها أكثر من موقع محمي من اليونسكو، منها قلعة البحرين ومنها هذا الشيء. في متحف آخر موجود في المحرق اسمه درب لولو، بعد شوي بنروح لعقب هذا المتحف. يلا خرج المتحف. هذا هني مثلك صناعة النسيج قبل البحرين، هذا صناعة الفخار. متحف وايد جميل. هذه القلاع في البحرين، قلعة أراد، قلعة ماهر، قلعة البحرين، بس أهمها قلعة البرتقالة أو قلعة البحرين، قديمة جدا. هذه كلها طبعا عن القلاع. مرحبا يا احباب من المحرق، العاصمة القديمة للبحرين. هذا المكان الجميل، البريطانيين صحوا البحرينيين ان لا يهدمونه وينقلون عاصمتهم الادارية الى المنامة، التكتل الاخر للبحرين. وبالفعل البحرينيين يعني سمعوا نصيحة وخلوها اسماء هي. الحين طبعا اغلب الاماكن صارت جديدة لكن فيه وايد منازل قديمة. هذا مثل المنزل، والحين انا رايح متجه الى نزل السلام، احد البيوت القديمه اللي تحول الى نزل او فندق جديد، طابع قديم وكان تاريخي. سلام ورحمه الله. هذا اول مكان نزوره اليوم في المحرق، نزل السلام، احد البيوت القديمه
المجددة بس بطابع جديد جميل. هذا هني نزول السلام بيت فتح الله، بس أغلب الظن أنه ممنوع تصوير داخل، فالله يعين عشان تماثيل جميلة. تخيلوا هذا البيت يعني جدد في كل المحرق، راح يصير جميلة. على هذه البيوت القديمة الأخرى، مرحبا مرحبا من عمق المحرق، وتحديدا في نزل السلام. هذا البيت الجميل كان اسمه بيت فتح الله. طبعا البيت قديم، يرجع تقريبا انشاء الى 1945، بس قديم جدا، وتوه يترمم بدعم من الامارات العربية المتحدة. ما قصروا الامانة، وهذا الدعم انتج هذه القطعة الفنية الجميلة. شوفوا شلون الضوء ينور البيت، البيت بارد. هذه السلالم الجميلة اللي رمه مهندس بحريني، ما ادري شو اسمه، بس الامانة اذا ببني بيت بشوف افكار من عنده. شلون حاطين لكم الاشجار الجميلة هني، شلون هذا، هذه لوحات، هذه لوحة جميلة، لوحات يعني بحرينية قديمة. وهذا طبعا لوحات من بيوت قديمة بالمحرق. المحرق يعني كانت عاصمة البحرين، وشيء جميل انها حافظوا عليها ما هدموها، والحين قاعد يرمون البيوت القديمة. ان شاء الله راح تكون يعني مقصد للسياح، لان انا كسائح احب هذه الامور. اشوفكم في مكان ثاني. Yes. ثاني المواقع اللي بنزورها اليوم هو مسار اللولو. هذا مكان كله محفوظ من اليونسكو، جديد نسبيا وجميل، بين البيوت القديمة شلون كانت موجودة في البحرين. هذا الموقع الأثري يسمونه مسار اللولو. هذا المكان طبعا محفوظ من اليونسكو، كذلك مدعوم. يبين لك شلون الفرجان القديمة كانت موجودة داخل البحرين. أنا مو فاهم قصته، بس حطينا يعني من الأماكن اللي لازم واحد يزورها بالبحرين. مش حديثا، و يعني هذا كلها المواد المستخدمة الأصلية. هذا التوسيع الأولى عمارة يوسف بن فخرة. هذا المبنى يعني أصلي. وهذا أحد البيوت القديمة. طبعا ما يميز المكان أنه نفس المواد الأعمدة الأصلية، ما تغيرت، لذلك اليونسكو دعمه، حتى الخشب الأعلى. فتقدر يطلع لي هنا واحد يقول ممنوع تصوير، اصور بسرعه. كني فهمت القصه. هذه الاماره والمبنى كله ليوسف عبد الرحمن بن فخر، مبني في العام 1931، بالضبط سنه واحده قبل اكتشاف النفط في البحرين. كان طبعا
يعني اللي ميزه انه نفس العماره الاصليه نفس الاعمده نفس الخشب ما غيروا فيه ولا شيء، فهذا يعني شيء اهتمام فيه اليونسكو يدعمونه لان يبون يحافظون على تقليد او العادات التقاليد والاثار، فهذا مدعوم ومحفوظ من اليونسكو. طريقه يعني حفظهم جميله، نشوف هناك في مباني جديده الحين بروح لها. بتكلم بشكل سريع عن البحرين. البحرين مكان سكن فيه الانسان قديما، يعني تقريبا 3000 سنه قبل الميلاد كانت حضاره دولمون، دولمون القديمه، قبائل دولمون الى 200 او 300 سنه قبل الميلاد هي قبائل او حضاره دولمون المتاخره. بعد حضاره دولمون يوها اللي هم الباثيان فرس، بعد الفرس طبعا يو المسلمين، كانت تسمى اوال قبل الاسلام، بعد الاسلام طبعا ضموها الى مملكه البحرين الممتده من البحرين الى الكويت والعراق، وهي مملكه البحرين. فمثل تشوفون هذه الحين اثار البحرين قبل النفط، شلون العمده الاصليه نفسها. هذا طبعا يعني رمل يعني يبين تتكشر، فمكان وايد حلو. بعد الاسلام احكموها عده خلفاء، لكن ابرزهم القرامطه اللي طبعا طردوا من هذا المكان، وبعدين جو احكموها البرتغاليين. عندهم هنا قلعه يسمونها قلعه البحرين، لكن انشاها البرتغاليين على مكان قديم او قريه قديمه من حضاره الدولمون. كان وايد قديم وكان كله تاريخ. اوكي، بعد ما استوطنوا البرتغاليين المكان هذا طبعا الفرس جو وطردوا البرتغاليين. دوله صفويه حكمت البحرين لمده قصيره، بعدها طبعا جو عرب ايران، خصوصا اعتقد نصر بن مذكور. بعد نصر بن مذكور طبعا جو اسره الخليفه. اعتقد انا يعني بشكل سريع، بس اكيد معلوماتي شويه لازم اراجعها. فالحين بنروح الى مكان اخر، مكان فيه وايد بيوت ونازل تستحق زياره. هذه الاكياس الموجوده هي اكياس اصليه تخزن فيها التمر لانتاج دبس التمر، نفس الطريقه التقليديه. هذه هي المكان الاصلي ما تغير. مشي في الأحياء القديمة المهرج. هذا المكان طبعا ترمم وصار وايد جميل. هذا مثلا أحد البيوت، أغلب البيوت الأمانة ممنوع التصوير فيها، فحاول قدر الإمكان أطلع كاميرتي وأصور هذه المهرج القديمة. يعني الأمانة وايد 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 حلوة البحرين. أنا أحب هذه النوع من السياحة، سياحة تاريخية. أعتقد يعني لو الكويت كانت محافظة على الكويت القديمة شرق جبل المرقاب كان صارت بهذا الجمال. الحين قدامي أحد المساجد القديمة، مسجد بن نصر. زين، هني حاطين أماكن يعني أخرى نزل بيت التراث المعماري وبيت القهوة. مسجد بن نصر جديد نسبياً، بس أعتقد إنه مجدد لأنه مكان قديم. شو مسوين هني؟ حلو. هذه يسمونها حديقة المائية. شوف شلون اللون الأبيض معطي المكان جمال. السلام عليكم. السلام. هذه سكك قديمة ضيجة.
ضيجة مثل ما كانت قبل، ويعني عشان تعطي إضلالة والهواء يمشي. الحين قاعد أحس برودة، وأنا يعني شو حاطين هذه لوحة فنية جميلة. هذا منزل مسمينه منزل الصحافة، يعني كانت أول جريدة بحرينية من هالمكان هذا، من هالمنزل القديم. الحين طبعا جدد عن طريق يعني بنوك محلية وعالمية مثلا بنك الكويت والبحرين شارك في ترميم هذا المنزل الجميل. وايد منازل هني لازم نزورهم كلهم. هذا بعد احد المنازل القديمه اللي جددوها، طبعا جددها بيت التمويل الكويتي. وايد الامانه هذه مبادره زينه. شلون هني المنزل، منزل قديم طبعا تحول الى منزل جديد، بس اقدر اصور طابق الارضي. أمانة البحرين زين ما سوت إن حافظت على المحرك، ما هدمتها نفس الكويت. الحين قلنا نتمشى في محرق الليل، هاي زاك كلها جديدة، كلها يعني مدعومة من شركات استثمارية. التحديد كله صار عن طريق شركات استثمارية مرمينا بشكل جميل. أمانة في شوية فنادق، في شوية أماكن. هذا هني وراي مسجد بالنصر، هذا هني ألف لي ألف ميم شركة اللي قاعد تترمم جزء بسيط من المحرق مجدد، وجزء الكبير للآن يعني قاعدين فيه عمالة، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تنظيم. بس هالمكان هذا وايد حلو، هذا كله أتوقع محفوظ من اليونسكو. أتكلم عن البحرين. البحرين يا أحباب جزيرة مساحتها تقريبا 2000 كيلومتر أو 1918 كيلومتر، يسكنونها تقريبا 1,540,000 شخص. 50% منهم بحرينيين، يعني البحرينيين يشكلون تقريبا 750,000 نسمة، والباقي كله عمالة.
لكن اللي لاحظته ان العمالة هني وايد مرتاحين، وايد مشوشين، يعني كنا عايشين في بلدهم، فهذا شيء وايد وايد حلو، يشجع الناس انها تيجي هني وتستثمر. ويعني انا احب هذا الشعور اللي احترام متبادل. هذا مكان مجدد لكن بطريقة جميلة. تلاحظون فوق زين هذا النوع من تفلون، ورأي شيء مودرن، خلفي شيء يعني قديم، كان وايد حلو، أحب هذه الأمور. طبعا أغلب السوق يعني يبي له تجديد، راح يجدد المستقبل لأن شغلهم شغالين صح. الحين هذه الأجزاء القديمة، أجزاء قديمة. السلام عليكم. هذا الحين سوق القيصرية. أوكي، وهذا شنو جديد؟ هذا مو سوق قيصرية، هاي سوق جديد. جديد ها؟ شكرا. آخر مكان اليوم مكان جميل اسمه بحرين بي. هذا المكان يعني فيه كله مقاهي مطاعم، ويعني مرفأ السفن في هذا البرج الجميل. هاي كلها مشاريع حديثة وفيها آخر مكان اليوم في دبي بي. بوريكم هذا البرج، برج هذا برج الفور سيزن، وهناك طبعا مرفأ دبي تجاري، مكان جديد نسبيا حلو. أنا خمريت بحرين قبل 7 أو 8 سنين. هذا لابد